الله بالخير وهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج سيدتي. حنكون إن شاء الله معكم على مدار ساعتين كاملة وإن شاء الله بإذن الله تنبسطون معنا. خلونا نشوف أبرز العناوين. في حلقتنا لليوم، بعد انضمام المرأة ككاتب عدل، النساء ينافسن الرجال في الصلح القضائي وكتابات عدل متنقلة للمحاكم العمالية. كيف ننمي الابتكار لدى الأطفال؟ التهابات الجهاز التنفسي، أعراضها، أسبابها وطرق الوقاية. اختيار وزارة الثقافة واجهة الرياض مقراً جديداً لمعرض الرياض الدولي للكتاب. معرض مبدعات ينطلق في جدة بمشاركة 50 فنانة سعودية. الشعور بالتعب والإرهاق الدائمين، ما أسبابه وكيف نتخلص منه، وما الفرق بين الخمول الطبيعي والخمول المرضي؟ هلا وسهلا فيكم من جديد، وأكيد نرحب بزميلاتي. حياك الله ريم. هلا وسهلا عبير. أهلا وسهلا يا رندا، وأهلا وسهلا يا ريم، وطبعا هلا وسهلا بالسادة المشاهدين. إن شاء الله اليوم حلقتنا تكون خفيفة لطيفة عليكم بإذن الله. أكيد طبعا بداية أسبوع مميزة لبرنامج سيدتي، إحنا معكم كل يوم يعني الحمد لله، ما يمديكم نوحشكم، توحشونا صح؟ أنتوا بس بتوحشونا. بالضبط، يعني فرح تشوفوا الكثير من التقارير المتنوعة، خصوصا نحن بنسوي تقارير عن منطقة العلا. أكيد طبعا سلسلة، يعني سلسلة مش تقرير واحد ريم. طبعا سلسلة تقاريرنا عن مهرجان الشتاء طنطورة مستمر. أمس عرضنا تجربة مزارع الحمضيات والتمور في العلا، كمان حكينا عن المواقع الأثرية والمعالم السياحية للمحافظة طبعا، والرواح حريصين على تزويد السياح بالمعلومات. في تقرير اليوم راح نعرض لكم تقرير مختلف طبعا عن 100 منطاد في سماء أو يزين سماء العلا بألوانه الزاهية، وتجربة بالها مثيل أكيد راح نتعرف عليه في هالتقرير. أكيد راح نتعرف بعد على جبل الفيل ونشوف روعة جماله في النهار والليل وسبب شهرته. خلونا نتابع هالتقرير. زاوية من مهرجان شتاء طنطورة هنالك قصة تستحق أن تروى. في هذه الفعالية لن تمتع ناظريك فقط بسماء العلا والتي تتزين بمجموعة من المناطيد زاهية الألوان، بل يمكنك أن تكون أحد المحظوظين والذين سيستمتعون بالركوب في إحداها والاستمتاع بجمال التشكيلات الصخرية الساحرة للعلا. طول المنطاد الواحد يقارب 25 متراً، تصعد جميعها في وقت واحد، تتحف السائح والزائر بمناظر لا مثيل لها، تكاد تلامس الصخور الأثرية والجبال الشاهقة. لوحة فنية تتشكل من 100 منطاد هوائي تمكنك من التعرف على معالم العلا والاستمتاع بطبيعتها الخلابة من أحضان السماء. وبعد هذه المغامرة الشيقة اتجهنا إلى واحد من أهم معالم المحافظة، جبل الفيل، كتلة صخرية أطلق عليها هذا المسمى بسبب هيئتها، محاطة بمساحة تكسوها الرمال الذهبية. صخرة عملاقة يصل طولها إلى حوالي 50 متراً، وتعتبر مكاناً مفضلاً لمحبي الرياضة الصحراوية ومتسلقي الجبال. روعة المكان لا تقل أهمية في المساء، بل تزداد جمالاً لتشكل تجربة مختلفة في وجود الخدمات العامة والمطعم الذي يوفر أجمل الجلسات للجميع وأشهى الوجبات.
يعني من أروع التقارير اللي أنا شاهدتها بصراحة خلال هذه الفترة شتاء طنطورة. ترى على فكرة أنا كان نفسي من زمان أشوف مناطيد، يعني أركب منطاد، ترى من باكت ليست حقتي أنه أنا أركب منطاد، فحلو أنه أنا إن شاء الله هنوي أركبه في المملكة العربية السعودية، هيكون إن شاء الله في شتاء طنطورة. شيء رائع جدا التقرير اللي شفناه. حابة بس أنوه على حاجة، في رح تكون طبعا في عدة مراحل لشتاء طنطورة هذا الموسم بإذن الله. رح أتكلم عن مرحلة فيها حضور عدة فنانين عالميين رح يكونوا متواجدين طبعا في مسرح المرايا اللي رح يتسع بإذن الله لأكثر من 500,000 زائر. في كثير من الفرق والفنانين العربية والعالمية، وفي فرقة عربية عالمية تحديدا، يمكن أنا عشان كذا أبغى إن شاء الله أروح أزور كراكلا حكرين تحت الهواء. فرقة كراكلا رح تكون موجودة، هي فرقة دبكة لبنانية المفروض، يعني وعالمية مشهورة على مستوى العالم، معروفة على مستوى العالم. فزي ما احنا شايفين دحين في التقرير وعرضين لكم مشاهدينا على الشاشة، يعني وجود المناطيد في هذه المنطقة جدا رائع وبصراحة ساحر. الليل أحلى من النهار والنهار أحلى من الليل، ما تعرف أصلا مزبوط إيش الوقت اللي من جد، يومين استجمام بالضبط، يعني يومين من العمر، يعني الواحد يروح هناك فعاليات على طول، ما تعرف يعني ما في وقت إنك تجلسي تضيعي وقت، لازم على طول تروح الفعاليات وتحضر اللي مسوينه هناك. طبعا فعاليات هذا العام من شتاء طنطورة تحت شعار رحلة عبر الزمن في موقع تاريخي خالد، طبعا هذا بيتيح للزوار تجربة استثنائية لمشاهدة معالم المدن التاريخية صحيح. القديمة، يمكن هذا أكثر شيء أنا حبته، وأكثر شيء كمان يجذب الأوروبيين والأجانب أنهم يحبوا يشوفوا الحضارات، بس أنه يشوفوها بشكل تكنولوجي الآن كيف صحيح. يعني كانت زمان وكذا، يعني في أشياء مرة كثير راح تكون حلو. طبعا اكيد اللي يعني حاب انه يروح يزور الاماكن التاريخيه، يعني اكيد العلا بتسمح له انه يشوفها بطريقه مختلفه وبمنظور مختلف اكيد. خاصه كنتي تقولين جبل الفيل، جبل الفيل كنت ابغى اتاكد انه هو نفسه اللي في بالي وفي مخيلتي، وطلع أي ايوه نفسه الحمد لله. هل تعتقد انه يتيح الفرص للاشخاص اللي ما عندهم خبرات في التسلق الجبال؟ اكيد لا، ما عندك خبره موتين. يعني بس يعني مثلا يكون في مدربين تريننج اتوقع اكيد هم ما اعرف صراحه الجدول بالضبط، بس اذا كان متاح فاكيد انهم مأمنين كل حاجه ممكن. يعني انا دخلت على الموقع اللي هو اكسبيرينس العلا امس، الموقع مره مرتب وفي له باكج لكل حاجه، يعني اللي يحب السفاري او الهايكينج او انك تحضر الفعاليات الثقافيه الموسيقيه، زياره بدائن صالح، جبل الفيل، كلها موجوده ومرتبه، تقدر تشتري التذاكر اونلاين. صحيح معك حق، يعني بما انكم ذكرتوا انتم الموقع الالكتروني experience.العلا.com راح تكون متوفره جميع تذاكر لكم مشاهدينا، اللي حابب من جد يحجز ويروح يقضي ليلتين من اجمل ليالي العمر في مدينه العلا شتاء طنطوره. احنا اكيد مكملين معاكم ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا، أتاحت وزارة العدل الممثلة في مركز المصالحة للرجال والنساء التسجيل كمصلح مسجل لدى المركز، واللي يتيح للأفراد ممارسة عملية المصالحة والوساطة بعد انطباق الشروط والمعايير أكيد. فما هي مهام المصلح المسجل وكيف يتم اختيارهم؟ يجبنا على هذه الأسئلة وأكثر والكثير من التفاصيل ضيفنا رائد المنصور، مدير مبادرة تفعيل منظومة المصالحة في مكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل. أهلا بك مهندس رائد، أهلا وسهلا بك. يعني في البداية نبغى نعرف أكثر، ما هو المقصود بالمصلح المسجل وما وظيفته ومهامه؟ في البداية أود أكد على معلومة، أن هذه المصلح المسجل هي ليست وظيفة، هي ممارسة، وهي فتح للتسجيل لمن تنطبق عليهم الشروط التي تم الإعلان عنها لممارسة عملية المصالحة والوساطة بشكل احترافي تحت مظلة نظامية، وهي وزارة العدل ممثلة في مركز المصالحة. فهي ليست وظيفة، هي نستطيع أن نقول العمل، هي أقرب للرخصة، فهي شهادة تسجيل لتكون مصلحا مسجلا سواء كانت رجل أو امرأة. يعني نعم، الآن أتيح الفرصة للمرأة، أم هل هي يعني كانت مقتصر فقط على الرجل والآن أتاحت الفرصة للمرأة؟ وأفهم من كلامك كمان أستاذ رائد أنه باختلاف الاختصاصات تقدر تكون مصلح مسجل. صحيح، مختلف أنواع النزاعات، والآن هي أتيحت للجميع،
هذا الشيء لم يكن موجود سابقا كمصطلح مصلح مسجل، فهو أشبه بالترخيص. بعد اعتماد معالي الوزير الشيخ الدكتور وليد الصمعاني لقواعد المصالحة أصبحت الآن متاحة كمصلح مسجل لكلاهما، إما رجل أو امرأة. جميل. طيب المصلح المسجل لازم يكون عنده يعني مكتب يشتغل فيه، وهل ممكن أنه نقدر نقول أنه هو بمقابل ولا أنه مجاني ممكن هو يعملها لي؟ هي كلا الأمرين، هو بإمكانه أن يأخذ مقابل في حال موافقة الأطراف، فكذلك قواعد المصالحة، قواعد العمل في مكاتب المصالحة أتاحت له أن يأخذ مقابل في حال كان أطراف النزاع موافقين أن يعطونه هذا المبلغ. ولكن الجميل في الموضوع هنا أنه يستطيع أن يقدمها بشكل تطوعي، وهذا وضعناه أثناء التقديم في التسجيل، فتفاجأنا برغبة الحقيقة المتقدمين والمتقدمات لعمل هذه الخدمة بشكل تطوعي، وكان الرقم جدا مفاجئ، تجاوز 100,000 جلسة مجانية. جميل. يعني وهذا شيء الحقيقة مبهج، وهو يدفعنا فعلا للإيمان بهذه الرؤية. وأحد أهداف رؤية 2030 أن نصل إلى 1,000,000 متطوع في المملكة العربية السعودية. تمام. طيب عشان نوضح للمشاهدين أكثر، إيش مهام المصلح؟ يعني مثلا في القضايا والنزاعات موجودين المصلحين، ممكن يكون في مصلحين عشان يعني يحلوا الموضوع بشكل ودي، خلينا نقول قد إيش مهمين وجودهم في القضايا، وقد إيش مهم إنه يكون المصلح ده مسجل، أهمية التسجيل، ليش المهم إنه يكون في تسجيل؟ صحيح. جميل. في البداية توضيح دور الوسيط أو دور المصلح، فهي عالميا تسمى وساطة، والاسم المتداول الآن عالميا هو وساطة. دور المصلح أو الوسيط هو تحفيز الأطراف لأن يصلوا إلى حل يرتضونه، وهذا الحل عندما يكون هذا المصلح مسجلا في وزارة العدل، الميزة الفارقة هنا أن محاضر الصلح الصادرة من هذا المصلح المسجل هي سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ في قضاء التنفيذ. جميل. فهذه الميزة هي الموجودة الآن في ما نقدر نقول رخصة، في شهادة المصلح المسجل. مين هو المصلح المسجل؟ هل مثلا ممكن يكون في جمعيات، مؤسسات أخرى قابلة لحل النزاع، مستشارين أسريين ممكن يكونوا برضو من ضمن المصلحين المسجلين؟ وأيضا هل في مثلا زي لجنة تدرس الأشخاص اللي مقدمين لهذا الطلب على أساس توافق عليهم بعدين، أم ممكن كل المسجلين أو متقدمين لهذا الطلب بيتوافق عليهم كمصلحين مسجلين؟ جميل. في البداية المصلح المسجل ممكن يكون شخصية طبيعية أو اعتبارية، بمعنى أن يكون شخص بذاته أو جهة، فقطاع غير ربحي مثلا متاح له التقديم، الجهات من القطاع الخاص، وكذلك الأفراد. بخصوص اللجنة، العملية هي كالتالي: إجراءات يتم القيام بها، وهي ترجمت على شكل شروط. فبالبداية بعد التقديم سيكون هناك اختبار عبر مركز قياس، بعد اجتياز هذا الاختبار يكون هناك مقابلة شخصية، ثم حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز، لأن اختبار قياس يحدد لك مدى الكفايات، أهلية الشخص ومدى الكفايات الموجودة عنده. فمركز المصالحة ووزارة العدل تحاول أن تغطي النقص الموجود بالدورات المحددة، سواء كانت الدورة الأساسية أو عفوا المهارات الأساسية والمتقدمة في الوساطة، أو عبر دورات أخرى تغطي جانب الضعف لدى الشخص في حال وجد جانب ضعف. ثم بعد الاختبار والمقابلة هناك حضور الدورة، هناك حضور جلسات عملية ما لا يقل عن 10 جلسات تدريبية حقيقية حتى أنه يأخذ بإذن الله هذه الشهادة. ممتاز. طب إيش التخصصات أو أنواع النزاعات المختلفة؟ يعني أنا كمسجل أقدر أنه أنا أختار الشيء اللي أنا أبغاه، ولا أنه لا ممكن تفرضونه علي أو ينفرض علي بطريقة ما؟ جميل. هو إن شاء الله بإذن الله مستقبلا في منصة تراضي بتوضح الاختصاصات أكثر، ولكن أتحنا في التسجيل عندما يقدم الشخص أن يختار أي النزاعات هو ماهر فيها، أي النزاعات يميل إليها. فإذا كان هو طبيب فهو يميل بالطبع للنزاعات الطبية بين المستشفى والمريض في حال وجود نزاع، فإذا كان هو مهندس هو يميل إلى النزاعات في المقاولات والنزاعات الهندسية، وهي موجودة ومعقدة. والوساطة والمصارحة نشطت في أمريكا بسبب إحالة النزاعات الهندسية والمقاولات إلى المهندسين، فبإمكان الشخص اختيار أكثر من نزاع حسب ما يراه. ثم بعد منصة تراضي إطلاقها بإذن الله، حسب حله لهذه النزاعات بيتبين معنا كل أحد ما هو تخصصه وما هو بارع فيه
وما هو تقييمه في هذا التخصص. طب ابغى اسالك عن المصلح، كيف يعني كيف يتم التواصل؟ يعني انا مثلا عندي قضيه نزاع مع شخص ما او شركه، كيف يعني اصل لهذا المصلح؟ هل مثلا موجوده اسماءهم او اتصال لهم عن طريق موقع الوزاره مثلا؟ اطلب مصلح محدد. إيه بس يعني اقدر الاقيهم في موقع الوزاره، يعني هم ريكومند مرجع، يعني انهم هم يعني يقول لك انه في الاشخاص دول اللي هم مسجلين وممكن تتواصل معهم ريكومند يو مثلا ذس بيرسون ولا هذا الشخص ولا هذا كذا. طيب صحيح. انا ما عرفت اترجمها بالعربي، انت كمان ما ترجمت احترك بالعربي. لا انا بقول انه انها مفهومة اللي هو الناس بتوصي عليه تزكيه، اذا كانت في تزكيه بالضبط. ايوه مظبوط. صحيح. هو احنا نفكر في تراضي ومنصه تراضي انها بتكون زي اوبر زي كريم زي اي تطبيق مظبوط، فالبيانات بتكون متاحه والقواعد اتاحت ان يكون سجل هذا المصلح المسجل او سجل المصلحين المسجلين موجود ومتاح بالبيانات الاساسيه. فبامكان الناس ان يروا هذا التقييم، بامكانك ان تختاره ثم يوافق عليه مركز المصالحه، كلها بتكون باجراءات رقميه بالكامل بإذن الله. عن طريق الموقع، عن طريق منصة تراضي بإذن الله اللي بتصدر بإذن الله، بيتم الإطلاق والتدشين لها قريبا إن شاء الله. طب أستاذ رائد، يعني لو في مجال وإمكانية توضح أكثر دور المصلح المسجل بمثال، وإيش أقصى دور يقدر يسويه المصلح؟ جميل. يعني أنواع القضايا اللي ممكن يتدخل فيها. خلينا نقول على سبيل الافتراض زي ما ضربت لنا مثال تحت الهواء، قضية عضل مثلا. جميل. فمثلا في قضايا العضل وهي قضايا مهمة ومتابعة من وزارة العدل، قبل فترة أصدر معالي الوزير يعني تعميما بأنها من القضايا المستعجلة وأن يتم البت فيها خلال 30 يوما. رائع. صح. فأيضا هناك أناس لا يرغبون برفع قضية فرضا، لنفترض أن في إنسانة لا تريد أن ترفع قضية على والدها. نعم. والقضية عضل، والدها لم يزوجها مثلا، ولكن ترغب باللجوء إلى الصلح بينها وبين والدها، أن يتدخل طرف ثالث لحل هذا الاختلاف بينها وبين والدها، بإمكانها التقديم بإذن الله مستقبلا عبر منصة تراضي، وأن تختار مصلحا مسجلا موجود في هذا التطبيق، سواء كان تعرفه بشكل شخصي وهو متاح ومسجل ومعتمد لدى وزارة العدل، أو كان من نفس مثلا المنطقة أو من نفس العائلة فهو أعرف بأعراف وتقاليد هذه العائلة، فبيكون له متاح ويستطيع أن يتدخل بشكل رسمي، وهي ليست محاكمة ولا دخول إلى المحكمة وما إلى ذلك. إذن دور المصلح، اسمحي لي، دور المصلح قبل القضية. صحيح. 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 قبل أن تصبح قضية لدى الدائرة القضائية. بالطبع دور المصالحة كبير جدا. علشان يقدر نلمها، نقدر نقوله، يقدر أنه هو إذا أصلح فخير على خير. بس إذا ممكن أستاذ رعد أسألك عن إيش الأشياء اللي ممكن يعني تخلي الشخص ما يقدر يكون مصلح، وكمان كيف تتم طريقة اختياركم له، وكيف تثبتون أنه هذا، أو كيف يثبت أنه هذا مكتمل الشروط مثلا، وأنه هو عنده أهلية أنه يشتغل هالشغلة، خاصة أنها صعبة ترى، مش شغلة بسيطة أبدا. هو فعلا، هو الحقيقة اختبار قياس خصص وبتوجيه مع الوزير أن يتم التنسيق مع مركز قياس لصناعة اختبار خاص للمصلح المسجل، فهو ليس كأي اختبار آخر ولا من نستنسخ اختبار آخر، فكان الاختبار مخصص بكفايات محددة شخصية وعقلية ونفسية وقانونية وشرعية، ليكون هذا الاختبار مخصصا لمعرفة هذه القدرة. وقياس هي جهة محايدة، فلم يكون الاختبار من وزارة العدل، وهذا أيضا يعني الحقيقة يثبت أن الموضوع فعلا إحنا نرغب، ولكن نحتاج أن نتأكد من هذا الشخص وكفايته. فبداية الاختبار لوحده سيحدد مدى كفاءة المصلح المسجل، ثم بعدها المقابلة الشخصية بوجود خبراء في المقابلة الشخصية يعرفون، وتحليل الشخصية وما خلافه، وبالإجابة على الأسئلة بالطريقة التي توضح لنا مدى أهلية الشخص، هذا بالعكس بالتأكيد يعني بيكون مساعد جدا يعني اختيار أفضل المصلحين. طيب أبغى أسألك عن المرأة، هل تم إقرار وظيفة مصلح للسيدة؟ وإذا تم، هل تنطبق عليها نفس الشروط على الرجل؟ وهل في سن معين أن تكون مثلا لا يكون سنها أقل من كذا أو أكثر من كذا؟ الشروط لم تحدد، بالعكس هي للرجل والمرأة، هي ليست وظيفة. أيوة هي ليست وظيفة طبعا. نستطيع أن نقول هي أشبه بالترخيص، فالشروط هي ذاتها، لم نفرق.
ما في فرق بين الرجل والسن؟ لا بالعكس، الشرطية نفسها. السن بالطبيعي يعني بالطبع إذا كان بكريوس فأعتقد ما ممكن يخلص الواحد البكريوس على أو ما بعد التقاعد. أقل شيء البكريوس، فبالطبع أنه يعني هذا يحدد السن. أقل شيء شهادة البكريوس. نعم. طب إيش مين الشخص اللي ما نقدر يكون مصلح مسجل؟ أنت قلت هو ممارسة أو أشبه بترخيص، ممكن أي شخص حتى مثلا لو طبيب ينال ولو مهندس ينال هذا الترخيص، بس مثلا هل في أشخاص لا يسمح لهم أن يكون لديهم هذا الترخيص؟ طبعا أنا أتكلم عن أشخاص العاقل القادر أنه يكون. بالعكس، أنا ما في شيء محدد، هي مجرد أن يجتاز هذه الشروط، حال اجتيازها ما أشوف أنه فيها أي عائق. أي عائق. الشروط يعني رعية بعناية وبمتابعة من معالي الوزير، كانت دقيقة جدا، وبنفس الوقت أتحنا يعني الحقيقة للجميع، فلم نشترط مثلا بكريوس في القانون والأنظمة والشريعة، بل فتحنا المجال أن يكون بكريوس مفتوح. جميل. تخصص مفتوح. في دائما يمكن في بعض الأشخاص بيضايقون إذا كان هم وزارة العدل مثلا وقدموا على قياس ورفضوا، فيقولون لك حنا لنا الأحق لأنه حنا في أقدمية مثلا بالوزارة، فيزعلون. حنا نبغاك تقول لنا إيش ممكن ترضيهم، هل ممكن يقدمون على الاختبار مرة ثانية؟ هل الاختبار فترة محددة فقط أنه تقدم عليه مرة وبعدين خلاص ما تقدر؟ إيش الأشياء اللي ممكن الناس قدمت ورفضت بس يبغون يرجعوا يقدمون مرة ثانية؟ لا بالعكس، الاختبار مفتوح ومتاح، ومتاح بإذن الله على الدوام بإذن الله، ومقدم من قياس، وهو سيجهز بإذن الله خلال تقريبا أسبوعين. أوكي. ويستطيع الإنسان أن يختبر أكثر من مرة يعني. طب الأقدمية ممكن تركزون عليها ولا ما تفرق؟ الأقدمية في إيش؟ في الوظيفة نفسها، أو أنه مثلا يكون يشتغل فيها من غير أي تصريح من غير أي حاجة، فلما جاء التصريح فهو يبغى كل شيء يكون نظامي في الممارسة نفسها. في الممارسة يعني هو أصلا كان مصلح مسجل، ولكن ما كان مسجل، يعني ما كان في ترخيص. هو مصلح من غير ما يكون مسجل. أعتقد إذا كان يمارسها من قديم هذا بيكون مشجع يعني. بالعكس يعني هذا البلد الحقيقة مبارك بوجود ناس يعني وأفراد مهتمين جدا بهذا الشيء. هذا الشيء موجود في ديننا وشرعنا. نعم. فبالعكس يعني هذا مشجع يعني تناظرون للأقدمية. أعتقد مو على الأقدمية بقدر ما ننظر إلى الكفاءة يعني. فالهدف رفع مستوى هذه المهنة لتكون بشكل احترافي. جميل. حلو. أنا حبيت أن أنت ذكرت نقطة من الأهداف اللي هو رفع مستوى هذه المهنة، أو خلينا نقول هذا الترخيص أو هذه الممارسة. إيش كان ممكن يكون في هدف من الأهداف اللي لأجلها تمت هذه المبادرة؟ أحد أهم الأشياء الحقيقة هو أحد الركائز أن يكون ركائز رؤية 2030 هو مجتمع حيوي. جميل. فبالطبع لما أننا نكون الحقيقة نحل كثير من النزاعات بالصلح بالتراضي، هذا يحقق الحقيقة الكثير من الأهداف، يحقق السلم المجتمعي، يحقق أهداف كثيرة جدا. رائع. فهي تحافظ على العلاقة، على استدامة العلاقة، ليست كالحكم القضائي قد يخرج أحد الأطراف وهو صحيح. يحمل في نفس صحيح. الشيء على الطرف الآخر. بالعكس، هو حل بالتراضي، وهذا ما ندعو إليه يعني. والأفضل كمان مهندس رائد أنه الموضوع يعني شخص أنا أعرفه، شخص أنا أثق فيه، ممكن أنا حصل لي أني أنا أعرف هذا الشخص من قبل، هذا طبيب معروف، حتى لو مش المشكلة الطبية أنا أعرفه وأطلب منه إذا في مجال مثلا يجي صف نفوس يحل مثلا قضية عائلية، قضية بين زوجين مختلفين على حضانة الأبناء. هل في إمكانية كمان أنه هذا الطبيب مثلا إذا هو كان فقط لحل النزاعات الطبية، إذا أنا طلبته في مشكلة أخرى مختلفة ليست طبية يقدر؟ أعتقد هذه بالأخير تعود إلى مركز المصالحة في الوزارة، وكيف الإشراف على عملية إحالة النزاعات لذوي الاختصاص. فإحنا نرى أن هذه النزاعات هي أمانة، لابد أن يعامل هذه يعني تعامل هذه النزاعات بقمة الاحترافية بما يرتضيه الأطراف. فبالتأكيد يعني بعض الأشخاص يحمل أكثر من موهبة. أنا أقصد أنه مثلاً يعني إنه واحد يحكم في غير مجاله يعني. بالضبط. يعني خلينا نتكلم إنه مصلح مسجل طبيب
والتخصص مختلف، يعني هو مثلا بيحل قضايا او نزاعات طبيه، مثلا ما خلافات ما بين مستشفى وما بين مرضى. هل نفترض انه احتاجته عائله بحكم انه هي تعرفه؟ انت تقصدين هل ممكن يحكم بحكم غير تخصصه؟ ما يعني انه مثلا ما يقدر يخش قضيه ثانيه مختلفه عن تخصصه؟ هي ليست حكم، هو حل من الاطراف، ولكن اعتقد كثير من الاشياء بتتضح من سجل هذا المصلح. جميل. المسجل إذا هو يرى أنه يستطيع أن يحل أكثر من نزاع فبإمكانه التواصل مع مركز المصالحة وأن يبدي رغبته في ذلك. نعم. وبالتأكيد يعني وقتها يكون لها. جميل مهندس رائد، شكرا لك على هذه المعلومات اللي عرفناها اليوم عن المصلح المسجل، يعطيك ألف عافية. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم جميعا. شكرا مشاهدينا، احنا أكيد هنكمل معاكم لكن بعد الفاصل. مشاهدينا، قررت وزارة الثقافة أن تتخذ مقرا جديدا لمعرض الكتاب الدولي في الرياض، واختارت أن تقام الدورة المقبلة في من معرض الكتاب في واجهة الرياض على الطريق المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. فما مدى أهمية الموقع كواجهة ثقافية ومعرفية وإضافة جديدة لكل السياح ورواد المعرفة؟ مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع نرحب بضيفتنا دكتورة فاطمة النصر الله، كاتبة رأي. أهلا دكتورة فاطمة، يعطيكم ألف عافية ومرحب فيكم، النور فيكم، الله يسعدكم. الله يعني منورتنا اليوم، ومرة مبسوطين أنك تكوني معانا، وخصوصا بهذا الخبر الجميل اللي فاجأتنا فيه وزارة الثقافة، مساحة أكبر وخيارات أوسع للزوار والمهتمين بالأدب والفكر والمعرفة والثقافة. ماذا يعني لك اختيار واجهة الرياض مقرا لمكتب معرض الكتاب؟ بداية عندما انفصلت وزارة الإعلام عن وزارة الثقافة، وهذه يعني أحد المهام اللي راح تتولاها وهي رعاية معرض الكتاب كأول مرة رعاية تحت إدارتها. فاختيارها لواجهة الرياض وهو مكان مميز ومعروف بمساحته الكبيرة، الأماكن الترفيهية، الكافيهات، الأماكن المتسعة اللي يقدروا العالم يمشوا فيها، قرب واجهة الرياض من المطار، حوالي ربع ساعة من المطار، 17 دقيقة عن مركز الملك عبدالله المالي. يعني العشر سنوات الماضية احنا كنا متعودين دائما معرض الكتاب في الرياض كان دائما يقام عندنا كانت في منطقة فيها حولها يعني بعض الازدحام، اللي هو كان في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. فالنقلة النوعية لنقلة المكان، أنا نفسي شخصيا متحمسة أن أنا أجي وأزور المكان، لأني راح أشوف بالتأكيد معرض الكتاب بلفتة جديدة مختلف. بإطلالة جديدة طبعا. بالتأكيد. طب يعني خلينا نتكلم أنه مكان زي كذا الآن وواجهة زي كذا، مختلف أنواع الكتب العربية من القديم للجديد، مختلف الرواة والمؤلفين راح يكونوا متواجدين طبعا للتوقيع، قد إيه راح يعطي كمان زخم للسياحة في المملكة العربية السعودية بحكم أنه هو كمان قريب من معرض المقام. الكتاب يمكن صاروا 40 سنة يقام عندنا، وهو يعتبر من أكبر المعارض اللي على مستوى العالم العربي. وسنويا تقريبا أكثر من 500 نشر وأكثر من مليون زائر، وفي ناس بيسافرون له وبيجون له. فاختيار واجهة الرياض وأن هي مرة قريبة من المطار، وحول المطار أصلا في فنادق كثيرة تعريفنا المنطقة، تعزيز للسياح فكرة قديش الكتاب ما زال مهم، وتعزيز فكرة الثقافة. دائما أتقول أن المتعلم يختلف عن المثقف، المتعلم أنت تدرس وتتعلم وتحفظ وتأخذ شهادتك، لكن الثقافة هي باستمرار الحياة. صح. وفعلا إلى الآن الكتاب لا يوجد أي بديل له، يعني لا كتب إلكترونية لا غيرها. وفي شيء دائما احنا نغفل عنه، أنه معرض الكتاب لا يضم فقط أنه هو دور النشر، يضم ندوات، محاضرات، جلسات حوارية، جلسات حوارية، الكثير من الأدباء، الكثير من النقاد، ملتقى كبير جدا. طب كيف ممكن تسهم يعني معرض الكتاب تعزيز مكانة العاصمة الرياض؟ بداية هذه السنة عملوا حركة جدا لطيفة، الشعار تبع معرض الكتاب كاتبينه اللي هو كلمة رياض، وعلى شكل كتب مصفوفة. صح. وماخذين الألوان من وزارة الثقافة. طيب، هو تعزيز كله للهوية الوطنية للرياض اللي هي أكبر تجمع للسكان واللي هي عاصمة المملكة العربية السعودية، فشيء طبيعي أنه معرض الكتاب راح يكون على هذا المستوى العالي. جميل. يعني أكيد طبعا تعزيز الثقافة وتعزيز مكانة الرياض
كوجهة ثقافية ورائدة أكيد كمان في صناعة الكتب والكتاب. وإحنا يعني هنا في الرياض كمان لما يكون في يعني هذه النقلة النوعية لمعرض الكتاب وبرعاية الآن يكون تحت رعاية وزارة الثقافة، إيش تتوقعي الفعاليات التي ستكون مصاحبة كمان في هذا المعرض؟ هو شوفي سنوياً كانت كل سنة عن سنة معرض الكتاب في تحسن في تطور، وصار لهم يمكن حوالي 7 سنوات كانوا دائماً بيعملوا جناح الدولة المضيفة. السنة الماضية كانت البحرين، اللي قبلها كانت الإمارات، استضافوا ماليزيا، استضافوا اليابان، بحيث أن هم يستضيفوا دور نشر لمثلاً دولة مثلاً البحرين، يعزز الثقافة البحرينية، إيش هي الكتب الموجودة، من هم الكتاب، من هم أصحاب دور النشر هناك، من هم الشعراء الموجودين هناك. اللي انت سالتيني ايش تتوقعي انه فعاليات الاضافات الجديده بما انها الان ستكون برعايه وزاره الثقافه حيكون مختلف عن وزاره الاعلام مثلا؟ والله شوفي انا اتوقع اللي هو الكثير من الكتب انتشرت از بي دي اف على شكل الصوره الرقميه، فاتوقع انها ممكن تدخل هذه السنه، هذا احد التوقعات اللي ممكن تصير فقط عشان نواكب اللي هي 2020. والكثير الان صار يعني يقرؤون عن طريق البي دي اف او عن طريق الايباد او حتى عن طبعًا. طريق جوالاتهم. طب احنا الان في المملكه العربيه السعوديه بنحاول نعزز قد ما نقدر دور السياحه في المملكه بشتى ومختلف المجالات. أكيد. الان في معرض الكتاب هذا دور كبير جدا، ممكن كمان ياثر على بعض الادوار في التبادل الثقافي. كلميني هنا قد ايه راح يكون دورها في التبادل الثقافي، خاصه انه احنا ممكن نستقطب سياح لهذه المنطقه، بيجوا زي ما قلتي دول مضيفه لمعرض الكتاب، فكيف راح يكون في تبادل ثقافي؟ اتوقع يعني اغلب يعني النسبه الكبيره من الكتب دائما تكون في معرض الكتاب، صح موجوده بلغات مختلفه بس اغلبها يكون باللغه العربيه. فاتوقع تنوع اللغات اللي راح تكون متواجده في معرض الكتاب راح يعزز من اقبال السياح، فبالتالي السائح لما يقبل ما يقول لا بس في كتاب مثلا نسخه عربيه، نسخه مثلا انجليزيه. صحيح. مثلا لو كان مثلا في التنوع مثلا لغه فلبينيه، هنديه، روسيه. هذا التنوع راح يحفزهم كثير ان هم يجوا. راح يكون المعرض معناته هذه السنه مجهز بشويه تجهيزات وتقنيات، ما ادري اذا توافقون الراي زميلاتي في ذا الموضوع، انه يكون للاشخاص اللي لغتهم غير عربيه. وكمان مو بس كذا، كمان اللي هم اللي فقدوا حاسه البصر، اللي يعتمدوا على لغه بالضبط. ممتاز. يا فاللي هم الاشخاص اللي مثلا نفس الشيء ان هم ما يسمعوا، او مثلا كل هذول الاشخاص اللي عندهم نقص في تجهيزات لكافه الاشخاص. اتوقع كمان تعزيز اللي هي الوحده الثقافيه الموجوده عندنا، او اللغه الثقافيه او هويتنا، عن طريق مثلا العرضات، عن طريق يعني هذه الامور. جميل. الترفيهيه كيف انك ممكن تدخلها في معرض الكتاب، تجذب سياح اكثر، تعرفهم على البيئه تبعنا على ثقافتنا اكثر. بالضبط، على ثقافتنا اكثر، وتخلي التارجت اللي هي من الكتب اللي بدل مثلا كانت مثلا باللغه العربيه والانجليزيه، طب ليش انت ما تترجمها للغات اخرى تعكس ثقافه البلد وهويه البلد وهويه نجد تحديدا؟ شوفي فاطمه، يعني خلينا نحكي عن، لو نبغى خليني اخذك شوي ورا، انا مش قديمه يا جماعه بس ابغى شوي، انا قديمه اقدر بس ابغى اخذ خطوتين شوي لورا علشان نعدل ان شاء الله اذا في تعديل. احنا دائما نتمنى الافضل اكيد للمملكه. نبغى نعرف اذا السلبيات اللي كانت قديمه احنا مره نحتاج انها تتعدل. يعني الان انا زايره مثلا معرض الكتاب، يا اخي ما في، وين المواقف؟ من جد ما يعني الواحد يروح يلف لك مليون الف لفه علشان. صحيح. ممكن انه هو طبعا ما نتكلم عن الناس اللي عندهم سواقين الحين يقولون لك تعالي بأوبر ولا بسواقين، عفوا انه يعني وسيله شركات نقل، اي بشركات نقل، او يعني تعالي مع سواقك. ما ابغى اجي اسوق، ابغى موقف فعلا. توفير المواقف الذكيه، وين الاشياء اللي ممكن انه انا تسهل لي وتسهل حتى للسياح. احنا الان خلاص فتحنا تاشيره السياحه. صحيح. يعني الان في امكانيه كبيره انه يكون في جروبات سياح يبغون كمان هم. صحيح. يعني يجون يطلعون على. صحيح. على المعرض. ابغى يعني يكون صدق 2020 يعني مره شيء ممتاز، وبدايه سنه خير، ومعرض جديد كمان. بالضبط صح فعلا. انه مثلا جروبات السياحه لو دخلوا شوية بس في التعريف في السائح إن هم ياخذوها على معرض. أيه. الكتاب ويوروه هذا المزيج الأدبي والشعري والثقافي، راح يكون يعني كأنه وراه المختصر المفيد من الثقافة النجدية اللي عندنا.
أتفق معك برضو في طبيعة المواقف، أتفق كمان معك في الأريحية في النقاش وفي النقد، وحتى بعض الكتب اللي كانت ممنوعة السنوات الماضية وكان مثلا ممكن نروح البحرين نشتريها والكتب يمكن كانت ما كان فيها هذا اللغط، بس يمكن اختلاف في وجهات النظر اتوقع انها راح تكون مطروحه هذه السنه وراح يرفع الحظر عنها. جميل. وكمان يعني اضافه انه يكون المعرض في واجهه الرياض، هل تتوقعي كنا نشوف دائما السنوات اللي راحت طوابير للدخول يعني من العصر او من الصباح صحيح. السيدات والعوائل، وكان طبعا اوقات للشباب واوقات للسيدات، وكانت الدنيا يعني زي ما يقولوا عجقه بالمرة دائما خصوصا في وقت الدخول. هل ستغير واجهة الرياض بحكم حجمها ومكانها من هذا الاصطفاف ومضيعة الوقت اللي كانوا الناس يعني يقضوا وقت طويل عشان يدخلوا للمعرض؟ هذا بالتأكيد هذا أمر مفروغ منه. المساحة تواجهة الرياض لا تقارن أبدا بالمعرض المؤتمرات بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، فبالتأكيد راح نرتاح بهذا الشيء. غير كذا الناس بدل تكون لاصقة في بعض راح تكون في أريحية، وبدل الناس كلها على دور نشر واحدة وراس براس وتحسي كذا دور النشر كذا جنب بعض وما أنت شايفتها، أتوقع راح يتفرقوا كذا عن بعض ويجيك تشوفي هذه وهذه وهذه. يعني إحنا شايفين بعض الصور عن واجهة الرياض ما شاء الله قديش المساحة مهولة. صحيح. يعني أتوقع السنة هذه بالضبط أتوقع السنة هذه وزارة الثقافة راح تقدم حاجة مختلفة على مستوى العالم العربي كمعرض للكتاب بجميع ما يأتي معاه من فعاليات ونشاطات للكبار وللأطفال أيضا هذا العام. بالتأكيد. أكيد طبعا، وهذا شيء مرة مهم للأطفال. روعة. يعني في أشياء ونقاط ذكرتينا يا دكتورة فاطمة عن الموقع بشكل عام، لكن لما نجي نسألك حدثينا عن استراتيجية الموقع. بالنسبة للموقع، هو طبعا الموقع دوبه فتح هذه السنة، وهيئة الترفيه طبعا عملت نشاطات كثيرة فيه. فيه مساحات غير معرض الكتاب. بغير معرض الكتاب. نعم. صراحة الموقع صراحة أنا زرته شخصيا. إيش رأيك؟ فعلا المكان مرة شرح، مثلا من ناحية في مساحات خضراء كبيرة جدا قدامك. نعم. النوافير، حتى المطاعم نفسها اللي نشوف مثلا لها فروع في الرياض نفسها أو في أي ديرة هنا موجودة بشكل مميز وبإطلالات جدا مميزة. السينما، الكافيهات، حتى نوعية المطاعم الموجودة جدا منتقاة وجدا مميزة. البوابات، عدة بوابات والسكيورتي موجود عليها. أوقات الدوام أتوقع ما يقفلوا للساعة 2 أو الساعة 3، هي أحد الأماكن المميزة اللي تميز الرياض تحديدا هذه السنة وفتحت عندنا. وزارة الثقافة من جد أبدعت، يعني كل يوم عن يوم جالسة تحاول كثير ما تقدر أنها هي تغير وتضيف أشياء معينة وأشياء موجودة، لكن يعني تضيف لمسات مرة بسيطة. لو كلنا يعني أضفنا هاللمسات أتوقع بنصير مرة كويسين. يعطيهم ألف عافية، أكيد مشكورين وزارة الثقافة. لكن يعني دكتورة فادي أبغى أسألك عن فاطمة، عفوا، أبغى أسألك عن إيش تتوقعين المعرض الكتاب الآن؟ معرض الكتاب أتوقع أنه هو ممكن يطغى جانب النسائي وجانب الطفل. عندنا كثير يعني أطفال عندهم الحس الأدبي والشعري، ونحتاج لتسليط الضوء عليهم لتنمية المواهب الأدبية والشعرية الموجودة عندهم. ولا مانع إذا ممكن دور نشر والإلقاء بالضبط، وإذا دور نشر مثلا تبنتهم عزز هذه المهارات فيهم، حتى لو تكون كومبيتيشن أو تكون مثلا مسابقات. مزبوط. حتى لو تكون مسابقات مثلا، مو شرط مثلا أنه هو مثلا ككتاب يكون كتاب ورقة، حتى لو كانت مثلا كتاب مثلا PDF أو مثلا كتاب ديجيتال، أو حتى مثلا لو كانت مثلا رسومات تعكس الثقافة النجدية أو الثقافة السعودية. الأطفال وفئة يعني اللي خلينا نقول ما بين 11 سنة إلى 19 سنة، هذه الفئة عقلها جدا غني. صحيح. وعندها ثروة جدا عالية، فلو نستغلها وننميها أحسن ما أنه مثلا يسافر لدولة برا وبعدين نجح في الجائزة الشعرية في الإلقاء في مش عارف إيش. طيب هنا عندنا كل المعطيات، ليش ما نستغلها؟ ليش ما نستفيد منها؟ ليش ما ننميه؟ كذلك بالنسبة للنساء أتوقع راح يكون في من ناحية الندوات ومن ناحية المحاضرات وحتى من ناحية الطرح الأدبي راح نشوف نسبة كبيرة من النساء يتمكنوا من هذا الشيء. بالفعل هذا اللي نتمناه من معرض الكتاب لهذا العام اللي هو حيكون تحت رعاية وزارة الثقافة، أنه يكون ملتقى
يكون ملتقى للمواهب سواء في السعودية وخارج السعودية للكتاب الكاتبات. نبغى نشوف نشاطات مختلفة هذا العام، نبغى نشوف تعزيز لثقافتنا السعودية بشكل أكبر، ونبغى نشوف كمان يعني أنا أتخيل كذا أنه بهذا المستوى في واجهة الرياض وتحت وزارة الثقافة يكون في تغطيات مباشرة أو فعاليات مسابقات زي ما ذكرتي للأطفال أو للشعر أو للكتابة أو للأدب العربي. عندنا أشياء كثير ممكن استغلالها بشكل مرة كبير في معرض الكتاب، ويكون نموذج أو شكل يحتذى به للدول الأخرى ويكون مختلف تماما عن كل عام. بالتأكيد. تتفقوا معي؟ أنا أتفق معك، وكمان يمكن دكتورة فاطمة تفيدنا في شغلة يعني أنا أضيفها على كلام كريم، أنه وزارة الثقافة ما قصرت هذه السنة في معرض الكتاب. كل سنة وجود معرض الكتاب في المملكة العربية السعودية أصلا بيعطي الهام للعالم كله العربي والغير عربي انه المملكه العربيه السعوديه مهتمه بالكتاب. انت قبل شويه ذكرتي نقطه البي دي اف والكتاب الالكتروني. قد ايه كمان راح يوصل للناس انه المملكه العربيه السعوديه مهتمه بالكتاب والكتاب الورقي تحديدا، بعد خصوصا انه الان بهذا الحجم الهائل من التطورات والفعاليات راح تكون اكيد مصاحبه لمعرض الكتاب في واجهه الرياض. بالتاكيد بالتاكيد، وانا اصلا اتخيل فعلا راح يكونون في مثلا ضيوف شرف راح يكونوا هذه السنه زي السنوات الماضيه. صح. كنا دائما الدوله المضيفه تشوفي مثلا بعض اصحاب السمو بعض ضيوف الشرف يكونوا موجوده، وقنواتهم اللي يكونوا من هذيك البلدان تكونوا موجودين فبيبثوا كمان بالضبط بيبثوا، وتقريبا دائما البث المباشر موجود. يعني اتذكر حتى السنوات الماضيه كان في بث مباشر، بس هذه السنه بالتاكيد راح يكون مميز لانه بلمسه مميزه من وزاره الثقافه. أكيد. أكيد. جدا مترقبين للحدث. يعني دكتوره فاطمه احنا دائما سعيدين بوجودك معنا، وشكرا لك دائماً. وعلى ارائك اليوم يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم ويخليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا، احنا اكيد نكمل معاكم بعد الفاصل. وصلنا لفقرتنا الأسبوعية من مجلة سيدتي لك ولطفلك، وفي فقرة اليوم راح نتكلم عن التهابات الجهاز التنفسي، أعراضها وأسبابها وطرق الوقاية منها. راح يجاوبنا عليها الدكتور محمد برزنجي أخصائي الأمراض أو أمراض الصدرية والحساسية واضطرابات النوم للأطفال والمراهقين. خلونا نتابع وراجعين. معك الدكتور محمد ماجد برزنجي، أنا استشاري أطفال ومراهقين، حاصل على تخصص دقيق في الأمراض الصدرية والحسية واضطرابات النوم للأطفال والمراهقين. اليوم أنا حاب أكلمكم عن الالتهابات الجهاز التنفسي، واللي هي شائعة دحين هذه الأيام بشكل كبير جدا، بخصوص إحنا دحين في فصل الشتاء، فبتلاقي أغلبية الأطفال عندنا بحرارة شديدة، زكام، آلام في الحلق، فقدان شهية الأكل، خمول. الالتهابات التنفسية ممكن تكون جرثومية، ممكن تكون عدوى فيروسية، ممكن تكون عدوى بكتيرية أو فطريات، أو إن هي ممكن تكون نتيجة حساسية أو نتيجة التعرض للمهيجات. ما معنى المهيجات؟ شيء كثير وشائع عندنا في مجتمعنا الشرقي عموما، الشيء اسمه التدخين. التدخين موجود تلاقيها في القهاوي برا في المطاعم بعض الأوقات، بس الحمد لله دحين طلع قرار ممنوع التدخين. أسباب تحسسية، بعض الأوقات في ناس بيكون عندهم حساسية من الغبار بيكونوا، فهدول طبعا في الفترة هذه من الأفضل أنهم ما يطلعوا للمحيط الخارجي، أنهم يتعرضوا للهواء الطلق في الأجواء هذه. بالنسبة للعلاج طبعا في أنواع علاجات كثيرة جدا، أهم شيء في العلاج الوقاية، لأنه إحنا زي ما كانوا يقولون زمان الوقاية خير من العلاج، فالعلاج طبعا هو الوقاية هي أحسن شيء. أهم شيء وأنا دائما أنصح به اللي هو التطعيم. التطعيمات طبعا في تطعيمات تبع الجدول الأساسي في أي دولة من البكتيريا والجرثومات الشائعة اللي هي بتسبب التهابات، فطبعا هذا التطعيم أنا أنصح به بشدة. في تطعيم الآخر اللي هو تطعيمات زيادة اللي أنا أنصح بها بشدة كمان، اللي هي الإنفلونزا فيروس، التطعيم ضد التطعيمات الإنفلونزا، مش هو رشح أي رشح من أنف نسميه إنفلونزا. الوقاية الأخرى طبعا الابتعاد عن الدخان، وزي ما تكلمنا إحنا عن التدخين ما في تدخين داخل المنزل. بالنسبة للعلاجات الواحد المفروض يكون عليها، أول ما حد يزكم
لازم ياخذ راحه في البيت، ما نودي الطفل على المدرسه. شرب الكثير من السوائل، السوائل ممكن سوائل من المياه او عصيرات مثلا فيها الفيتامين سي، وبعدين عدم التعرض للروائح القويه. الروائح القويه ممكن تكون ايش؟ قلنا البخور، الفواحات اللي في المنزل، هذه كلها مهيجات للصدر. وطبعا حرجع اقول لكم الدخان اكيد طبعا. هي المضادات زي المضاد الحيوي وكذا، بس المضاد الحيوي هذا لعلاج فقط العدوات البكتيريه اللي هو في العمر الاطفال جدا بتكون قليله، ترى نادرا ما بتلاقي الطفل بيصاب بعدوى بكتيريه ان هي تؤدي الى ان احنا نبدا على مضاد حيوي. يعطيكم العافية. أكيد مجلة سيدتي على التقرير الجميل. يمكن زي ما ذكر في أسباب مرة كثير أنه ممكن الضر، التدخين، الروائح، البخور، وحنا ما نستغنى عن البخور صراحة، صح. بس لو نقلل منه أو نبعدهم شوي عنه لين ما تخف الريحة وذيك الساعة نقدر نطلع، ما أعرف، بس هذه يعني أبسط الحلول. الفواحات، الفواحات أقوى كمان من البخور، فواحات مرة مؤذية أنت تتأذين منها، صح. فهذه بعديها عن الأطفال، بعديها عنك يعني، صح. بلاش تجيكم كتمة والتهابات صدر وأشياء، صح. بالفعل يعني خصوصا مفقينا عنا، مزبوط، خصوصا مع الأطفال يعني لازم نفكر بشكل حريص ونكون مسؤولين أكثر، خصوصا المدخنين في البيوت، أو الأب اللي يدخن في البيت وعنده أطفال يوقف عند الشباك يدخن، خلاص هو كده ضميره مرتاح إنه لا أنا ما بدخن عند البيت، ولكن يقول لك اللي ما تشوفه من الدخان هو أكثر من أضرار نفس الدخان يعني، صح. اللي بيسيبه كمان جوة البيت أنت ما تدري إنه بيسيب أشياء مرة كمان أكثر، وأطفالنا للأسف بيتعرضوا لهذا الشيء يسموهم الباسيف سموكرز، يعني أنت بتكوني مدخنة سلبية وأنت ما أنت مدخنة، فليش يعني نعرض أطفالنا لهذا الموضوع؟ احنا نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى كمان انه نكون حريصين اكثر على صحة اطفالنا، خصوصا الحساسية، البخور، صحيح. احنا عارفين البخور جزء من حياتنا طبعا، ولكن على فكرة بس عشان تكوني في المية، 6% من الازمات الصدرية والمشاكل الصدرية، 6% فقط من المشاكل والسموم اللي في الصدر لاي انسان عنده مشاكل صدرية او ما عنده مشاكل صدرية، كان كبير او صغير، فقط من وراء البخور. وتتذكر احنا قبل كده تناقشنا في موضوع البخور، ممكن قد ايه يكون في حديد، زئبق، ايش في اشياء يعني يكون مغشوش البخور بشكل عام، فممكن يؤدي. انا بس حابه اعلق، يعني انتم تكلمتوا عن امور المهيجه لحساسيه الصدر بشكل عام، بس ابغى اعلق على نقطه جدا مهمه، المضاد الحيوي، ايش خاصه للاطفال. لازم نتاكد اذا كان التعب او المشكله اللي عند الطفل هذا فيروسي او بكتيري، ونعرف نختار المضاد الحيوي. المضاد الحيوي ما نقدر ابدا نلعب فيه، لانه فعلا اضرار المضاد الحيوي اذا استخدمناه بدون حرص ممكن ياثر كثير على صحه الطفل وايضا على المناعه. اكيد طبعا. وكمان من مهيجات حساسيه الصدر الحيوانات الاليفه، صح. يعني يمكن احنا حتى اولادنا يبغوا حيوانات، القطط، الكلاب، حتى الطيور، هذه ممكن في اطفال ما تناسبهم وجودها، صح. انا شخصيا عندي يعني حساسيه من القطط، واكيد ممكن ما اضمن يعني انا اولادي يبغوا قطط، بس انا اخاف، انا ما اقدرش، ما نقدر، ما يعني نروح نتفرج عليهم في حديقه الحيوان، نروح نتفرج عليهم في الاماكن حقت الحيوانات، بس اني اجيبها في البيت مره شيء صعب يعني، عشان صحتهم. يقولون لك اللي فيه حساسيه من القطاوه اكيد ما في حساسيه من الكلاب، فاتوقع حولي انت جيبي لهم كلب صغير. شوفي الا تبغوني اجيب حاجه، انا ما لا لا ما يبغوا، هم يبغوا اكيد طبعا، بس يعني مين اللي حينظف يا عبير؟ صحيح، انا اللي حتعب في النهايه. لا، انت اشترتي حاجه في البيت، يعني احنا غيرنا السالفه تماما، لكن انت اشترتي حاجه في البيت، انت المسؤول. ايوه، انا هجيب اي حيوان، اذا الغرفه انت مسؤوله عنها او انت مسؤول عنها، اي حيوان اليف في البيت انت تبغاه انت المسؤول، اكله، شربه، نومه، قومه، وتعبه. تعبوا ترى لما يتعب هذا علة طبعا المدن. طبعا مسؤوليه كبيره، طبعا طبعا كانك بتربي طفل اساسا. احنا اتفقنا في الاخير انه عشان الحساسيه نجيب سلحفه، بعدين تذكرت عندي ولد عمره سنه يحط اصبعه يعضه هيموت السلحفه ولا يتفكى. بسم الله عليهم. يعني شوفي عموما فعلا في كثير من الامور اللي لازم نحرص عليها، خصوصا مع حساسيه الصدر. مزبوط. بس ابغى اذكر بنقطه، الغبار حقنا في الرياض، الغبار حقنا، ايوه، في تحديدا في مدينه، وترى بيجي نفس هذا الغبار بيجي الكويت، بيجي كثير، ايوه، في الخليج، في منطقه الخليج بصفه عامه، في الخليج ككل، الحرص
الحرص. أيوة. في اشياء ممكن تعملينها هي وقايه اوليه، يعني زي البخاخات والاشياء هذه في امهات كثير تخاف منها. صحيح. لكن ما تعرف انه هي ما حتعودوا عليها، او يعني انا مثلا لما جاني التهاب الصدر فحاولت انه انا مثلا حاولت ابعد كثير ما اقدر انه انا اجيب بخاخ، فقالوا لي بالنهايه تراكي ما حتصيرين ربو. يعني هو بس علشان يامن، يعني ويفتح الشبكة الهوائية ويامن، يعني ايه ويخلي في شوي امان وسيفتي اكثر من لما انت هايمه في الارض ولا انت عارفه وش تسوين. طب انا اقول لك حاجه، عشان كذا يخافوا، يمكن عبير منهم الامهات كثير، يمكن انتم من ضمنهم. انا ايوه، انا بصراحه ايوه اخاف، وغير كذا انا عندي حساسيه من الغبار. فقبل لا نطلع الفاصل بس اقول نصيحه للمشاهدين وايضا الرنده لو تحب تستفيد منها. انت تكلمتي عن فواحات. صحيح. في فواحه زي تعبيها مويه وبرضه نسبه من الزيت ذو الرائحه، لا تحطي فيها الاويل، لا تحطي فيها ريحه العطر. اوكي. خلي مويه بس، خصوصا فوقت الغبار. بتنظف الجو مره كويس، فانا استخدمها فاستخدميها. اكيد طبعا احنا نتمنى السلامه والصحه أكيد للجميع. خلونا نطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي الفقرات لليوم. افتتح امس في مدينه جده معرض مبدعات بمشاركه 50 فنانه سعوديه حاولوا إبراز أعمالهم، والجميل في الموضوع تقديم للمعرض أكثر من 200 عمل، وتم فلترة هذه الأعمال واختبارها بعناية. المعارض التشكيلية التي تجمع بين الفنانين تكون بمثابة حراك تعارفي للمدارس التشكيلية التي تمتع بها كل من فنانين، بالإضافة إلى التعارف وإبراز الأعمال بينهم وبين بعض كفنانين أكيد سعوديين. خلونا نشوف هذا التقرير اللي صدرته زميلتنا مها الفران. تم اختيار الألوان في اللوحة حسب كل مشاعر واللون اللي بيوصفه، البارد والحار، إيش اللي يوصف الفرح، إيش اللي يوصف الحب، ونغمتها سوا مع بعض. كلها التقاءات بتلتقي في نقطة واحدة، إننا كل هذه الأشياء بتصير في الكون وفي الحياة وبين الأشخاص، فهذه كلها مشاعر موجودة بيننا وسطنا. تجريد عن شخصيات البشر أو أنواعهم، بيتكلم عن أنواع البشر وشخصياتهم، وإنه كيف الشر الموجود فيهم والخير الموجود فيهم. يعني أنا حاطة في نفس الشخصية نفسها، حاطة ألوان اللون أحمر اللي هو لون الدم مع اللون الأسود اللي هو لون الشر، فإنه مهما كان الشر موجود ومهما كان الفساد موجود أو مهما كان الشر موجود في حوالينه، حتكون برضو في راحة، في سعادة، في انبساط، يعني إلا والخير هو اللي يعم. لوحة علاقة ودية بين الأخت وأختها، بين الأم وبنتها، مستخدمة ألوان أكريليك على كانفس، حاولت أربط بالأحمر علاقة دفء في اللوحة بين الشخصيتين الموجودة، اللي هو زراق السماء إنه صافية، علاقة الود لازم تكون صافية بين الشخصيتين. بين الشموخ والضعف تعبر اللوحة، واستخدمت فيها زي ما قلت لك الألوان النارية، أكثر شيء الأورانج والأصفر، وهذه سادس مشاركة لي في المبدعات. حبيت في تجربتي هذه أني أشتغل على جدة تاريخية بطريقة خارج الصندوق أو خارج النمط الاعتيادي للمباني والجدة التاريخية. اشتغلت عليها في أنه عملت تسطيح للعمل، التباين كله كان في اللون أكثر حاجة، وحبيت أبرز الرواشين جدة التاريخية. الألوان باردة تعطيك الارتياح اللي تحسيه لما تيجي جدة فعلا، يعني بلدك تحسي بالارتياح أول ما تدخليها. ورمست لجدة بكبرها كلها طبعا بالرواشين وبجدة التاريخية. أنت لما تيجي تطلي في العمل ما تطلي في العمل كأنه رسمة، كأنك تشوفي بها جدة التاريخية على الواقع، لا، تخرجي بإحساسك، تخرجي بالمنظور، باللون، بالتباين اللي في اللون، تخرج بإحساسك أنت في العمل، فتحس بجدة تاريخية بشعورك أنت أكثر من أنه النظرة الواقعية للجدة التاريخية.
شيء جميل ورائع رؤية الفنانات السعوديات وإبداعهم في هذه المعارض اللي تشجعهم إنهم يطلعوا فنونهم وإبداعهم، وكمان إنهم يتلاقوا مع بعض ويتعلموا من بعض. يعني أعمال رائعة أصلاً. أكيد طبعاً، وأنا هذا دائماً أقول هذا الشيء، إنه إحنا عندنا فنانين سعوديين سواء شباب أو بنات مبدعين صح، وطاقات يعني عظيمة، هذه لازم استغلالها في كل شيء، في شوارعنا، في التشكيلي صح، في الرسومات، في كل شيء. يعني حتى مثلا في الأشياء اللي تعبر عن هويتنا، لما نجي نسافر في المطارات، الأشياء السوفينيرز، هذه الأشياء ترى بيسووا إبداع صح. هو دائما يمكن شفنا بالتقرير كيف كانت الرسومات تجنن، وكل واحدة أحلى من الثانية، وكل رسامة كانت تحكي يعني كلام كثير جميل، وكيف تعبر عن اللوحة حقتها وعن رسمتها، كيف رسمتها، كثير نفتخر فيهم، ونتمنى أكيد إن شاء الله يكونوا زيادة وأكثر يا رب. أنا حبيت جدة التاريخية كمان، كثير كان رسمها يجنن، ما شاء الله لا إله إلا الله. وأكيد نتمنى دائما يعني تكون في زي هالمعارض هذه، إنها جامعة وشاملة وبتشجع الفنانين كمارة. وتشجع أكيد تشجع لما أنت يعني أعتبره تكريم ده الشيء، لأنه فعليا برز موهبتك صح، وخلى الناس تعرفك أكثر، وعرفك على رسامين وناس كثير مميزين، وكثير كمان ممكن يساعدونك ويخدمونك بمجالك. حلو. نشوف، أنا بصراحة بنات ما عندي تعليق أكثر من أنه قاعدين نعرض الآن كنا اللوح، وبصراحة أنا جدا مبهورة بالأعمال الفنية الرائعة اللي يمكن كل لوحة تحكي عن وضع وحالة ونفسية معينة ووضع معين ومشاعر معينة. بصراحة أبدعت، يعطيكم ألف عافية. هذا عمل 50 فنانة سعودية، إن شاء الله نتمنى المرة الجاية يكون 50,000 بإذن الله. شفتوا أمس؟ الله على أمس ما شفت أمس يوم مختلف. هي طبعا تابعنا على الهوى أمس. جميل. طبعا أمس كانت حفلة الجميل رابح صقر. طبعا رحت بنفسك يا وندا؟ رحت ومت من البرد وجيت. بس غير البرد الأجواء تدفي. أي أجواء تدفي والله، حتى رابح صقر مات من البرد يعني. حتى هو من صحيح جد من جد كان البرد. شوفي أنا أقول لك بصراحة، يعطيكم العافية أمس على اللي سواه فعلا مع البرد، يعني اللي طلع من رابح صقر مع هذا البرد. ما أمس اللي أنا قلته أمس البرد كان بارد. البرد كان بارد أمس فعلا. أنت تتخيلين، أنا حبيت كيف منظر الجمهور، يعني من جد كانت كل الكراسي مليانة ما شاء الله لا إله إلا الله. غير كذا أنه كانوا الناس لابسين فري، عرفتي فروات اوكي، فمدفين مره كثير ولابسين جلافز وما ادري ايش، وانا جايتك بعبايتي يا الله بس عرفتوا، وجالسه مريضه يا رندا قدام كل جلسه في زي حطب اوريدي. لا هذه جلسات معينه وفعليا كان فيها اشياء حطب ونار وما ادري ايش، فكان تدفع. حلو، بس احنا كنا بعيدين، احنا كنا مع الجمهور، فكانت سهره جدا جدا جميله فعليا. ما كنت أبغى أطلع لكن برد طبعا. كانت أمس ليلة أكثر من ساحرة، أحياها الفنان رابح صقر، ليلة من الخيال مليئة بالطرب. خلونا نتابع أو ننقل لكم أجواء أمس وش صار ونرجع لكم. صقر الأغنية في ليلة تكريمه بأغاني متنوعة من مسيرته الحافلة. حضر ليلة تكريمه جماهير غفيرة، صرح الصقر بأنها ليست ليلته بل ليلة جماهيره أيضا. اولا هذه ما هي بليلتي، اولا اشكركم اعلاميين جمهور، اشكر هيئه الترفيه مع المستشار تركي آل الشيخ الله يطول في عمره والله يرجع لنا سالم. هالليله ما اعتبرها ليلتي، اعتبرها ليله تكريم للفن السعودي جميعا، واحنا الحمد لله ان
نكرم أنا وزملائي هذا التكريم لنا جميعا. شكرا للقائم على هذا التكريم. يعطيك ألف عافية طبعا الفنان الرائع والجميل رابح صقر، مرة شكرا على هذه الليلة الرائعة. وأنا كنت أحسبها فثمامة عشان كذا سألتك في لسات طلعت الحفلة في البوليفارد. لا ما لقد خانتني. لا لا بس كان صحيح، كان في جزء هناك كان في منقل في حطب التدفئة والتدفئة والأشياء هذه طبعا مرة ما تقصروا كتنظيم عن المكان وكاستعدادات بصراحة ابدا ما يقصروا فين من كان. يعني كانت هذه الحفله على مسرح محمد عبده. يعطيك الف عافيه. حبيت اخر شيء اذا بغيت تزيد شفتك مبسوطه. لا احنا انا امس استمتعت مع عائلتي واحنا نتفرج على الهواء في البيت متدفين بنتعشى ورابح صقر وعجبني دخول ستيفنز عازف الالكتريك جيتار كان مبدع، كان حاجه مختلفه بالفعل. يستاهل رابح صقر، يستاهل هذا التكريم، ويستاهل هذا الفن والجمال والابداع اللي كلها هيئه الترفيه مسوينا. كل شيء كان رائع، يعني ما تلاقي غلطة سواء في النقل أو في التجهيزات أو في كل شيء صراحة. انباع العود أمس انباع مليون مليون صحيح عود رابح صقر يعزف لحاله. عموما خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرات لليوم. تتساءل كل أم كيف أقدر أنمي أقدر أنمي الإبداع والابتكار عند طفلي، وإيش الدوافع المحفزة لتشجيع الطفل على الإبداع والابتكار بطريقة حديثة وأكيد عصرية. هذا موضوعنا اليوم مشاهدينا، وأكيد يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذة مها الحقباني محاضر بقسم الطفولة المبكرة في جامعة الملك سعود. نورتينا مها. النور نورك حبيبتي، شكرا لكم على الاستضافة مجددا. أهلا وسهلا. يعني أكيد مع كل أم تبغى تبرز في طفلها الموهبة، وكل أب كمان جميعا نبغى نستثمر في أبنائنا لأنه هم من جد المستقبل القادم بإذن الله. لكن بداية لو تكلمنا عن عناصر الابتكار، إيش هي عناصر الابتكار قبل ما أدخل معاك في الطريقة؟ جميل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتكار والإبداع زي ما قلتي، يعني ما في أم أو أب أو مربي إلا يبغون هذه الصفة تكون موجودة. صحيح. الابتكار أنك تخلق شيء ما هو موجود، أنك تجيب فكرة ما حد جابها من قبلك، أو ممكن تكون فكرة موجودة بس أنت عندك إضافات وعندك تفاصيل مختلفة ما حد قدر يضيفها إلا أنت. خليني أبدأ بقصة طريفة. قبل فترة جات واحدة سألتني، قالت لي أنا ولدي يلعب بالمناديل ويشيل اللزاق ويعطي ويسوي فيه قبعات، وأدخل عليه وألقى مسوي يلعب أو معلق زينات بالمناديل. أوكي، أنا التفاصيل هذه اللي قاعدة أسمعها مؤشرات معادية، يعني طبعًا. قاعد يستخدم أشياء والتيب، تخيل رول التيب لما يخلص يحط غطاء ويسوي قبعات تخرج ويلبسها الدمى. قلت أوكي أنت إلى هذا الحين تعد تشكي، وإحنا نقول لا أدرس وترك عنك الحوسة يا إبراهيم. قلت لها أنا ما راح أجاوبك، أنا بكتب مقال في هذا الموضوع. حلو. وكتبت مقال اسمه أترك عنك الحوسة وادرس يا إبراهيم. زبدة المقال اللي أبغى أوصله لكل أم وكل، يعني المشكلة في ناس تعاني يوصلون مرحلة تجي تكلمني تبكي تقول أنا ولدي فاشل أو كذا. هي ما هو فاشل، نظرتك أنت طريقتك أنت في رؤية طفلك هي اللي خلت منه فاشل. فالإبداع واسع، أنواع مختلفة، فله له مجالات مختلفة، إحنا حصرنا في إطار ضيق. وبعدين خلاص إذا ما شفنا هذه الدائرة ما سواها يعتبر عادي فشل. او فشل او صحيح. تقلي او ما في شيء يعني ملفت للنظر. نعم. اذا الابداع متنوع، فاحنا كل ما زدنا ثقافه ووعي بايش يعني ابداع، ايش يعني ذكاءات. موضوع ذكاءات متعدده هذا كثير انا اتكلم عنه وذكرت تفصيل عنه في المقال هذا، لانه في ذكاء بصري، في ذكاء مثلا اجتماعي، في ذكاء منطقي. فبتلاقون مثلا صاحب الذكاء المنطقي كثير يحب يلعب بالاشياء اللي فيها تركيب وفك زي اللي اشياء رياضيات بتلاقونه شاطر فيها. بس ممكن تجي ام، وهذه كثير امهات تجيني تشكي لي في الدورات تقول لي انا مثلا ولدي ما يحب اللقو ولا يطيق يمسكها. طب وش اسوي فيه يعني؟
مو معناته ان ولدك مثلا ما هو مبدع او ما قدر يركب السياره هذه. في اشياء ثانيه. بالضبط، في اشياء ثانيه، في مجالات اخرى متعدده كثير ممكن يبرز الطفل فيها. صحيح. زي الذكاء الاجتماعي مثلا، في اطفال ما شاء الله متكلم على طول، من يدخل المجلس يلفت الانتباه. يعني هو مختلف بينما تجي صاحب الذكاء اللغوي مثلا لو جاء ووقف وتكلم ما ودك يسكت. ما شاء الله عنده منطق، وتلاقيه عنده اهتمام بالكلمات وبالحروف حتى لو مصطلحات كانت ركيكه نوعا ما، ولكن عنده منطق في النقاش. بالضبط، بالنسبه لعمره يكون شوي سابق عمره في النقاش هذه. اذا ايش دورنا احنا كامهات كاباء؟ يعني برضو كتبت مقال ثاني قبل فتره قريبه، كيف انمي موهبه طفلي. فكثير امهات جو قالوا لي انت ضيقت صدورنا بهذا المقال، حسينا باحباط، حسينا انه اوه، حسينا بمسؤوليه، حسينا بتقصير. ايش نسوي؟ اعطينا امثله. طبعا المقال كان يعطي اشارات انه اللعب هو مفتاح انك توصلين فيه للطفل، يعني اي حاجه تبغين تطورينها في الطفل، اي حاجه تبغين كله عن طريق اللعب، هذه اللغه اللي هو يفهمها. بيخربوا الالعاب ويكسروا ويفتحوا، يعني شوفي انا كأم بتكلم لك من معاناتي الان، ما عشان انت تعطينا كل حاجه. من جد من جد هذا الموضوع يزعج، انك تجيب اللعبه الفلانيه مثلا، تكون اوقات اللعبه غاليه وحاجه اوكي خذ يلا انبسط فيها، مو يلعب يرجع مكان، يلعب يبهدل الدنيا، اوكي لما يتذكر انه هو يبغى يرتب غرفته يرتب الالعاب من ضمن اللعبه. فهنا هذه الفكره، او يمكن اغلب الامهات اكيد يوافقون الراي يعني. انا عندي مشكله ثانيه، يعني حقول لها هي موضوعي ثاني. فيعني يمكن اوكي اخليك تلعب بس لعب معين وخلاص كفاية. أو ما تفتح كل الألعاب، لعبة بعد لعبة، لما تتكسر اللعبة دي ممكن تفتح اللعبة الثانية، عرفتي؟ يمكن هذه هي أغلب الأمور اللي تخلي الأمهات من جد يعانوا في ذا الموضوع. حلو. أنا أعرف أن الأم كل أم تبغى بيتها يصير أنتك ومرتب، وكل مخدة في محلها، وكل شمعة ما تحركت وكل، لكن إذا أنت في بيتك أطفال معناته أنا بقدم شوية تنازلات، مو معناته أنه أنا أرضى بالفوضى، بالعكس إحنا نبغى نربي أطفال عندهم ذائقة ويهتمون بتفاصيل بيتهم ويحبون بيتهم زيك تماما. بعض الأمهات تشيل التحف وتشيل المدري إيش وتغطي الكنب وتسوي حظر أو أطفالها موجودين في البيت كأنهم يعني هي مفترضة النية السيئة فيهم. طب أنت ليش ما تفترضين الشيء الكويس وتربينهم على هذا الشيء؟ فأنت ذكرتي الآن نقاط كثيرة، الفوضوية نسمح فيها لكن بحدود في غرفة الألعاب. وأنا دائما أقول للأمهات عندي، أقول لهم وبيستغربون منها في البداية، بس لا تمنعين من طفلك من شيء. أوكي، هي للوهلة الأولى بتقولي لي هذه جاية تعلم التربية ولا تخرب عيالنا. حرام عليك. لا تمنعين طفلك من شيء، ولكن أوكي، ولكن أعطيه إياه بطريقة صح. يعني مثلا أصر يبغى لعبة معينة مثلا، وهي حقت مثلا أخوه، لنفرض مثلا عندك مثال هذه مثلا، طيب أوكي. ركبها الكبير وتعبان فيها، يجي الصغير يبغى ياخذها. طيب. فلو جلست تقولي له لا 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 ايش بصير؟ حيسحب وتنفك وتطيح والى اخره. اوكي، اتركيه شوي مثلا، واصنعي في نفس الوقت خليه يسوي سيارة ثانية تكون مسموح انه هو يلعب فيها. تمام. انت كذا حليت النزاع وخليته يحترم هذه، وما منعتيه انه هو يلعب، هو عنده حق انه يلعب. اعطيك مثال ثاني. مثلا في قبل فتره قريبه واحده من الغريبات جت اشتكت لي، من رجعت من مناسبه لقيت بناتها في البيت مسوين حفله. امي مسافره وحامل حفله، فجايبين المناديل ومبللينها مويه وملزقينها على الجدران. يعني هذا مصطلح اي ام كارثه طبعا. اوكي ايوه. طيب من مصطلح تربوي شوي، خلينا نقول في جانب ابتكار، ولكن اختاروا المكان الخطا والطريقه الخطا. طيب فانا بسرعه اجي اقول طبعا في نفس الموقف لازم هم اللي يعالجون، اللي مثلا في مويه على الارض، في انتم الان تمسحون، انتم تنظفون طبعا، هم يتحملون نتيجه الخطا هذا طبعا. بس بعدين لازم في وقت اخر اسمح بفوضويه. شوفي لك مكان، شوفي لك، لازم وقت اللي يسمونه ميسي بلاي. لازم، لانه هذا من حق الطفل، لازم يجرب، لازم يتعلم، لانه هم يتعلمون بهذه الطرق مرات اكثر من اللعب المنظم اللي يكون اللي يعجبنا احنا الامهات اللي ما في يعني اي غلطه، ترتيب وكل أيوة. شيء بمكانه. الطفل مو كذا، الطفل يعني ما نقدر هذا الطفل يمكن يكون طفل وحيد ما عنده اخوان، ممكن انه انت تقدرين تسيطرين عليه، بعكس لما يكون في عندك اسم الله مجموعه. لكن اللي ابغى اقوله مها، الطفل عنده ابتكار. دائما نقول اذا نبغى نعلم حاجه الطفل لازم انه احنا نعلمه بالترفيه، نغني له، نرسم له، زي ما ذكرت عبير ذاك اليوم عن طريق التمثيل. في اشياء كثير انت ممكن تسويها لطفلك علشان توصلي له المعلومه. بالضبط. لكن
لما يجيك الطفل كثير حركة ويحب يخرب ويحب يكسر ويحب يبدع لا هذا معلش هذا في منه رجع وهو فعليا في عنده موهبة تمام. كيف أنا ممكن أنمي هالموهبة هذه من غير أنه أنا ما أكسر بمجاديفه ولا مثلا أنه أنا أهزه أو أستهزئ فيه جميل ممتاز وين الأدوات اللي أنا ممكن أعطيها إياه حلو في أشياء كثير منها أدوات تحكينا بالضبط هو الموضوع صراحة جدا ثري وفي يعني أفكار جدا كثيرة لكن حاول يعني نلم نقاط تفيد الأعزاء المشاهدين بالنسبة لكيف أنمي الطفل أول حاجة مهمة جدا البيئة البيت المكان اللي فيه الطفل يعني لما يكون مكان ما في أفكار يعني النفس اللي لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية هو ما لقى شيء يسوي فراح يبدأ اللي بمفهوم نحن نشوف إنه قاعد يخرب لكن لما يشوف ما يكون أنا عندي خيارات عندي أكتيفيتي برا وعندي جوا وعندي فوق وعندي تحت وعندي ودائما عندي أنشطة تلامس اختلافات الأطفال هذه لازم نقطة نحطها بعين الاعتبار يعني كون إحنا نركز على نوع من اللعب محدد وطفل ما يعجبه أو ما يلعب فيه قد يكون نوع اللعبة هذه ما هي ناسبت يعني إحنا عندنا لعب ينمي الإدراك يحتاج تركيز يحتاج تفكير عندنا لعب فني مثلا في تشكيل وفي تغيير تمام فالألعاب ما هي نوع واحد مختلفة فبعض الأهل يعني يستسخفون شوي اللعب تقول لك اللعب أي فطري عادي أي لعبة جيبيها وسكت الطفل وخلاص لكن لما تجي وتتعلم عن اللعب أكثر وتعرف التفاصيل وتعرف أنه قد إيش اللعب الفني يختلف عن الإدراكي وكل لعب له طرق حتى تفاعلي أنا كمربي يختلف أوه والله أثري اللعب شيء يعني هذه دائما ردت فعل كثير من الأمهات لما تيجي تحضر بعد الدورة تقول والله ما توقعت قلت لها أنا عارفة وأكيد كثير أمهات قبل تجين قالوا يعني معقولة تروحين تحضرين دورة عن اللعب مثلا فالنظرة الدونية للعب هذه هي اللي خلت أن بعض الناس تتعامل معها بطريقة مختلفة فزي ما قلنا في لعب ابتكاري اللي هو من الأدوات اللي موجودة في البيت يعني مثلا شايفين هذه صرافة ايوه الآلة الحاسبة هو بوكس حقة جزم ايوه هي طبعا هي لعبة يلعب فيها شخصين تمام وهنا عندك المبالغ المالية مطبوعة على الجهتين أوكي. طبعا هذه تكون من صنع الطفل نفسه الفكرة انه هو اللي يصنع الطفل فلما يكون عندك اكثر من طفل حلو ان الطفل الكبير يصنع لاخوانه الاصغار مثلا فهو يجي مثلا يدخل الكرت الكرة هذه طبعا تكون كرة الالعاب او الملاهي القديمة فهو يدخل الكرت من هنا ويكون في شخص آخر من الخلف طبعا هو يتكلم يسوي دور الصراف دخل أيوة يسوي دور الصراف يدخل وبعدين يطلع له المبالغ اللي هو يبغاها من الفتحة تمام فهذه مثلا هذه اللعبة الطفل فيها أنه خلق شيء حول خامة كانت يعني بتروح إعادة تدويرها بشكل خلاق وهذا بدي أسألك أنه أنا بنتي تتميز بذا الشيء ما تحب الألعاب تحب تصنع من النفايات لا ترموا شيء تزعل لا ترموا أدوني الورق أدوني سلك شريطة برافو تاخذها زي كذا تخترع فيها اشياء جميل وهي يعني تحب تصنع هذا الطفل يعني ايش المميز اللي عنده ايش الابداع اللي عنده ممتاز يعني هو الطفل هذا يعني قدر انه يصنع او عنده قدره على الابتكار أيوه. انه يصنع شيء من لا شيء تمام هنا ايش دور الاهل اول شيء اني انتبه لهذه اوصف تفاصيل اللي عملت مثلا انت سويتي كذا مثلا سويتي صراف مثلا عجبتني الازرار اللي قصيتها عجبني كيف استخدمت الاله الحاسبه وضبطتها بطريقه مختلفه تذكرين تفاصيل تقدرين العمل تستخدمينه تشكرينه مثلا ممكن اذا رحتوا عزومه مكان او شيء خذي معاكي اللعبه افخري فيها تمام فلانه زي ما قلتي مثلا العاب زي هذه مثلا هنا بنشوف هذا عباره عن صندوق بريد اوكي هنا فتحه يعني زي كذا هذه الابتكارات ممكن الطفل يستمتع بصنعها وحتى في اللعب فيها اكثر من بعض الالعاب الجاهزه صح تمام؟ وهذا اللي حاصل عندي صراحه يعني بالضبط المشكله بعض الاطفال ما يقتنعون بهذول يصيرون دائما يبغون الاشياء الجاهزه فهنا يجي دور الاهل انه لا تعالوا احنا يعني هم يبدون معاهم هذه الشراره يبدون بالتفكير وبالصنع مثلا هنا في فكره ثانيه هذه علبة يعني لعبة قديمة هنا عندكم هذا البلاط حق المسبح أوكي. أيوة فكل قطعتين هي عبارة عن نفس الشكل فتصير زي الذاكرة لعبة الذاكرة تمام فهذه برضو مصنوعة يدويا ويصنعونها أطفال بنفسهم لكن هنا في ابتكار أنا حولت قطعة ما أستفيد منها إلى شيء مفيد أنت هنا لما توفرين هذه الخيارات المتعددة بطريقة غير مباشرة قاعدة تخففين سلوك الطفل التخريبي وهذا اللي الأمهات يبغونه هذا اللي يبغون يوصلون له يعني إحنا لما نفهم الطفل إيش يبغى ولما نعطيه أشياء كثيرة تسليه وتشغله وتشغل مخه شوي شوي رح يخف العناد صح. شوي شوي رح ما رح يضرب أخوه مثلا ما رح تضرب أختها
فيبدأ يتغير سلوك الطفل، وهذا اللي مهم جدا للأهل يوصل لهم. طيب ما احنا عارفين انه الابتكار اي أهل يقدر ينموه طالما الأهل عندهم وعي كافي بهذا الابتكار، لكن هل هو يخلق مع الطفل؟ صح. يعني مش مكتسب طبعا، انه انا اقصد يخلق مع الطفل من بداية خلقته، هذه حاجة. الحاجة الثانية احنا نعرف برضو انه الطفل جدا ملول، يعني لو اعطيتيه لعبة جبتي له لعبة لعب فيها شوي خلاص تركها وقام لعب في لعبة ثانية. كلميني عن الاطفال اللي ملولين نوعا ما من هذه الالعاب، وكيف انا كمان اعرف اذا الطفل هذا عنده ابتكار انا كأهل اقدر انميه فيه ولا لا؟ ممتاز، حلو. طيب نجي للشق الاول من سؤالك، يعني انت ذكرتي معلش تكريني الابتكار، هل هو يخلق مع الطفل او لا؟ يولد معاه مبدع؟ ايوه، الاطفال سبحان الله يخلقون وفي داخل دماغهم عدد مهول يعني من المسارات العقليه للعصبيه بين الخلايا، وهذه تكون في اشدها واوجها في مرحله الطفوله المبكره اللي هي من الميلاد الى 4 سنوات. هذه مرحلة العقل فيها نشط يعني يبغى أفكار، فكل طفل يخلق كذا هدية يعني خام لكل أم ولكل مربي إنه يلا استفد منها بأكثر طريقة. الحاصل إنه هذا العقل إن لم تحسن تنمية المواهب فيه والانتباه لها والالتفات لها راح يخمد مع الوقت، ينزل زي الانطفاء. لكن إذا صار في بيئة زي ما قلنا فيها خبرات مختلفة، فيها تجارب، فيها مثلا لعب يدوي، فيها لعب فني، فيها لعب خارجي، فيها لعب حتى مرات بالكلمات او بالحروف، مو شرط انه كلها العاب تكون، وهذه لها طريقه راح اذكرها لكم بعد شوي يعني. ففي بيئه تخلي هذا الدماغ اللي ربي اعطانا في كل طفل تخليه ايش يتضاعف ويتطور. حلو. انا كيف انتبه؟ سبحان الله في اطفال واضح عندهم، ممكن مرات المدرسه تساعدني في هذا الشيء، تلاقين الطفل مثلا بليغ في الكلمات، تجي مثلا المعلمة تقول لك ترى طفلك أعلى من غيره مثلا، أو طفل ثاني مثلا يكون شاطر في الرياضة مثلا عنده جمباز أو كرة القدم، أو هذا يكون عنده ذكاء حركي مثلا. طفل ثاني ممكن يبدع في الرياضيات بس تلاقينه في مثلا العلوم الاجتماعية درجته مثلا نازلة. صح. صح. فهي اختلافات. فأنت طبعا كيف بتلاحظين هذا الشيء؟ وهي نقطة جدا مهمة، لما أقضي وقت نوعي مع الطفل. يعني إذا الأم هي دارية عن طفلها ولما يتجي وقت اللعب أو وقت البلاي روم تلاقينا يروح مع العامل أو يلعب والأم تروح تأخذ قهوتها في الصالة. صح. أنت كيف تعرفين؟ وإذا جاء جلس معها في الصالة فهو ماسك الآيباد أو الجوال أو whatever. طيب متى راح تعرفين طفلك؟ صح، ما حتعرفه بالضبط. إذا أنا راح أعرف يعني طريقة لعب الطفل، نوع الألعاب اللي يختارها، طريقة الأسئلة اللي يطرحها، طريقة لعبه، كل هذه مؤشرات تعلمني ما هو جانب الموهبة عند الطفل أو الابتكار اللي ممكن يكون عنده. طيب مها قبل ما نختم معك أباك تقولين لي الطريقة اللي في يدك. أيوة. على السريع. طبعاً في كثير من الأهالي يقول إحنا ما عندنا وقت، ما نقدر نشتري. صحيح. ألعاب ما نخلق أصلح. في ألعاب بدون شيء، بدون حتى يعني ورق، بدون يعني ألعاب شفوية ممكن نلعبها في أي وقت في أي مكان. اللعبة هذه طبعاً هي حروب تعليمية زي ما أنتم شايفين. صحيح. طيب للتعليم إحنا ممكن نستخدمها أكثر من استخدام، يعني مثلاً هذه اللعبة جلسنا نلعب فيها 3 ساعات. كان في هنا عندي 6 أحرف صح؟ أحطها على الطاولة وكل واحد يأخذ ورقة وقلم، أطلب منك تكونين كلمات إلى ما لا نهاية باستخدام حرف السين والكاف والدال والقاف. حلو. والباء والذاء. هنا بننمي الموهبة اللغوية عند الطفل. بالضبط. أيوة. فمثلا لو قلت لك السين والكاف مثلا والدال مثلا سد، قد ايش انت مثلا تقدرين، ممكن مثلا عبير انت تجيبين 10 كلمات، ممكن مثلا رندا تجيب 20 كلمة. وبعدين نعيد لعبة ثانية، مثلا ارفع حرف واقول له بسرعة روحوا المسوا شيء في الغرفة يبدأ بحرف الذاء، بسرعة يروح يركض الطفل ويلمس مثلا ذرة او يروح يفتح الثلاجة يجيب لي ذرة مثلا. مثلا حرف الباء نفس الشيء، بسرعة روح جيب لي شيء يبدأ بحرف الباء، وهكذا. إذا الألعاب مختلفة، ممكن نفس الحرف أحطه وأقول يلا ارسم حرف الذاء وحوله إلى رسمة. فألعاب بسيطة زي ما أنتم شايفين وأفكار. عشان الطفل ملول لازم أنا دائما أكون متجددة بالأفكار، ومو شرط أني أكون متجددة بالأفكار أني معناتها أشتري دائما. صح. غير كذا أنه مو شرط أنه أنت يعني تقولين ما عندي وقت، ممكن أنه أنت الساعة اللي يعني بعد راحتك ممكن تعطينهم ساعة، أتوقع يا مها يعني كفيلة أنه أنت
تعرفين طفلك مره كويس. نعم. حتى مرات ممكن تكون اقل يعني. صح. وقت نوعي مكثف بدرايه بوعي وانا عارفه ايش اسوي وعندي افكار كثيره مرات تكون اكثر من كافيه. يعطيك العافيه مها، دائما دائما ممتع الحكي معك ودائما تفيدينا فعلا. شكرا لك. حياكم الله. شكرا على الثقه. اهلا وسهلا. خلونا نطلع فاصل واكيد راجعين مكملين. من الطبيعي أنه يشعر الإنسان بالخمول والتعب أكيد بعد فترة، يعني نقدر نقول أنها فترة مجهود أو يعني شيء ضغط نفسي إذا نقدر نقول. غالبا ما يزول هذا التعب بعد أخذ قسط من الراحة والاسترخاء، لكن بعض الأشخاص يعانون من الشعور الدائم بالخمول والتعب دون معرفة الأسباب. هذا اللي حنتكلم أكثر اليوم عنه أكيد مع الدكتور طبعا علي الفرحان. حياك الله دكتور. الله يحييك وشكرا على الاستضافة. هلا وسهلا دكتور. طيب يقولون لك أنا دائما تعبانة، دائما مرهق، دائما فيني خمول، دائما يحطوا كل شيء. طيب. يمرضون. نبغى نعرف إيش هو الخمول. طبعا الخمول الكسل هو شعور بالأخير. إنسان يشعر بتعب، يشعر بخمول، قد يكون هذا ناتج عن حاجة طبيعية وعادية مثل قلة النوم. نعم. أو التعب والعمل بزيادة، أو الأم اللي تشتغل بالبيت كثير وعندها أطفال كثير بأعمار قريبة من بعض. نعم. فتحس بالتعب والإرهاق بالأخير، وهذا شيء طبيعي. أوكي. وبالبداية ودي بس أنوه أنه أي شيء نقوله الآن يجب أنه ما يمنع الإنسان اللي يحس أنه عنده حالة مرضية بمراجعة الطبيب. طيب. ياخذ الكلام اللي نقوله احنا عموميات لا تنطبق على الاشخاص والاطفال. مضبوط. يعني زي ما ذكرت هذه اسباب طبيعيه للخمول، هذا الخمول الطبيعي. طيب ايش هو الخمول المرضي؟ هل في خمول مرضي؟ يعني واحد عنده خمول بصوره دائمه على أيوة. طول يشتكي من الم، يشتكي من بالاحرى خمول وكسل، ما له نفس يتحرك، دائما تعبان. أيوة. بالضبط، دائما تعبان، قوم سوي. يعني غالبا مثلا تجدون عند الاطفال كبار السن لما يجون الام تجي تمسكه من هنا تحصل عنده حراره مرتفعه مثلا. فهذا واحد من الاسباب. ارتفاع درجه الحراره والزكام. ممكن يكون عنده مثلا اعراض اخرى تدل على مثلا مرض السكر اللي هو الله يكرمكم التبول الزايد. يصحى من النوم يروح الحمام. فقدان الوزن بدون حميه. ايضا كثره شرب الماء والعطش. مع الخمول والكسل هذه كلها تدل على انه في عنده ممكن يكون عنده سكر. فيحتاج له يعني مراجعه الطبيب على اساس انه خمول الغده الدرقيه كمان. هذا بيأثر الغده الدرقيه، الكسل الغده. ويعني يحس الانسان فيه يعني خمول، ما يبغى يتحرك، وممكن زياده وزن طبعا. بالنسبه للنساء ممكن تاثر الدوره ايضا. وبعضهم يجون يعني يشتكون من فقدان او تساقط الشعر. لكن كثير من الاحيان تجدون انه الغده الدرقيه نكتشفها مثلا خصوصا مرض السكر مثلا، قد يكون عنده ايضا غده درقيه ونكتشفها في بالمصادفه كذا، ان نسوي تحليل ونجد ان الانسان هذا عنده غده درقيه. لا. ايضا في بعض الامراض مثل الفشل الكلوي، زياده حمض البولينه بالدم بسبب فشل الكلى، هذا قد يؤدي الى خمول وكسل بس من نوع مختلف باعراض مختلفه. يكون كسل شديد جدا وقد ياتي فجاه وقد ياتي بالتدريج ايضا. ولا يروح مثلا بالنوم. الواحد تعبان ما نام زين يرجع ينام يصحى من النوم هو نشيط. صحيح. في بعض الناس خصوصا اللي عندهم زياده وزن عنده مرض الجاثوم او الخناق او اللي هو وهو نايم تحصلون انه يشاخر بصوت عالي. صحيح. وشخيره في انقطاع باثناء النوم. مظبوط. هذه المشاكل ايضا. نعم، هذا يعني اذكر قصه، واحد مسكوه الشرطه وكان نايم وسط قدام شارع المطار. أي. قدام واحد من الاسواق هناك، واقف وسط الشارع ونايم. يا ساتر. جوا السياره. فكانوا يعتقدون انه مدمن مخدرات ولا شيء، فجابوه للمستشفى ولما حللوا عنده اي شيء، ما عنده مشكله. كانت مشكلته الوحيدة أن عنده الجاثوم هذا. أوه. ما كان ينام زين وينام، وهذه تكون موجودة. عفوا دكتور علي، بس عشان ما يكون في لبس، الجاثوم اللي هو اللي هو الأولد ليدي هذا اللي يجي يحلم الشخص أنه في أحد مربطه من دري إيه، ولا الجاثوم هذا اسمه الخناق. انقطاع النفس هذا اللي شاخر الواحد بالليل وينقطع، وهذا ما يكتشف إلا بدخول المستشفى ويسوي له دراسة نوم. لأنه في فرق بين هذا معناته غير الحلم، غير الجاثوم اللي نحن فيه. طيب لا أنا ما دكتور علي في نقطة جدا مهمة وأنا حابة من جد أتكلم فيها، لأنه أنا من الناس اللي زي كذا بصراحة. الخمول عندي والتعب والإرهاق وألام،
يعني ممكن تكون فيها آلام، خاصة آلام الظهر بسبب الضغط، يعني الضغط في العمل يعني. بس انت عندك مشكلة ثانية عبير كمان لازم تذكريها للدكتور. اتصل بلويحي يعني بالضبط. شكرا لين. ولكن ما احس انه له شغل قد ما ان احس انه طالما النفسية مرتاحة هذه الالام كلها ترى تروح. يعني انا اول يوم في السفر لي في بلد ثاني خلاص انا ما عندي مشكلة. ليش؟ لانه انا اجازة من الشغل مرتاحة، ما في ضغوطات لا في البيت ولا في ضغوطات في الشغل، ما في اي شيء. ممكن نتكلم عن الخمول والارهاق والتعب اللي بسبب دي الامور؟ أنا بقول لك حاجة، شوفي كثير منكم يعني أو من احنا كلنا يعني لو واحد يفكر إيش آخر شيء سويتيه لنفسك أنت، ستجدين أنك ما سويتي لنفسك شيء يمكن السنة اللي فاتت كلها. صح. كل الشيء اللي تسوينه للناس. صح. الناس هذول أهلي، أولادي، بناتي، زوجتي، أهلي، أخواتي، أخواني، كل شيء سوي لهم. لكن أنا كنت قبل مثلا ما أتزوج كنت أحب أني أزور أصدقائي أشوفهم، الحين خلاص ما عاد اسوي كذا. احب اطلع البر، اروح مع اصدقائي للبر رحلات، ما عاد اسوي كذا. ما صار في وقت. بالضبط، الواحد لازم يجد وقت يرفع لنفسه، عن نفسه. لابد من ايجاد وقت. صح. للنفس الانسان. نعم. وهذه ترى تجينا كثير بالعياده. يجي الانسان يشتكي من اعراض، لما نساله نجد اعراض اكتئاب، ما لها شغل ببعض. اكتئاب، لا اعراض اكتئاب يكون عنده. سبت الاكتئاب اساله اقول له ايش اخر مره سويت شيء لنفسك؟ لما يفكر يجد انه ما سوى شيء لنفسه ابدا. كل الأشياء اللي كان يسويها للناس. يعني والناس هذول يعني ما هو شيء سيء واحد يشتغل لأهله وزوجته وعياله، لكن ممكن نكون يعني الواحد ما ينسى نصيبه من الدنيا. صح. يعني النفسية لها دور. يعني بالضبط بالضبط، لابد. يعني طبعا في أمراض أنت ذكرت تصلب اللويحي، وهذا واحد من الأشياء اللي ممكن يسبب أشياء كثيرة. يعني عندنا السكر، عندنا أمراض القلب، عندنا أيضا أمراض الكلى. يعني عاد كبر السن بحد ذاته يعني هو مشكلة. لكن يعني ايضا نجد ناس كبار سن وتجدينهم تشوفون يمشون يروحون. ايوه ما شاء الله. عندنا مزارعين بالجنوب. صح. مزارعهم هذه المدرجات يطلع لاخر الجبال وينزل يطلع ما شاء الله. الطبيعه لها دوره كمان. بالطبيعه والتمرين، وهذا احنا نعيش حياه يعني الرفاهيه اللي احنا عايشينها. الاكل والشيء اللي احنا نسويها الان كله هذا جايب ثمن. نعم. والثمن للأسف ندفعه من حياتنا ومن وقتنا. نعم. علينا وعلى أولادنا. الموازنة دائما بالحياة حلوة، أنه أنت تخلي لك وقت لنفسك وقت لهلك، مرة حلو مرة جميل. مش معناته أنه أنت أناني، لا. أنا أعطيتهم حقي حقهم، لكن أنا كمان أحتاج حقي، أحتاج أنه أنا أرتاح وأروح وأجي. دائما جميل هالموضوع. لكن كيف يطبقونه وبالطريقة اللي يطبقونه، هذه المفروض يستشيروا فيها أحد، أو أنهم هم يرتبون وقتهم علشان يقدرون يعملونه بما أنها نفسية. يعني الآن نقدر نقول أنه الخمول والكسل نفسي أكثر من أنه عضوي؟ لا، هو عضوي نفسي، هو يعني يرجع لسبب الخمول والكسل. يعني واحد عنده كسل بالغدة الدرقية هذا مرضي يحتاج إلى علاج. وعلى فكرة الخمول قد يكون مرض. على فكرة بالطب احنا عندنا أحيانا في أشياء كثيرة ما نعرف لها سبب، فيقومون يقول يعطونها اسم مرض كذا. يعني فايبروميالجيا مثلا، واحدة من الأشياء اللي يطلقونها على بعض الأمراض اللي تجي للإنسان. الفايبروميالجيا ما لها يعني سبب، ما هي معروفة أي شيء، بس لما يجينا واحد يشتكي من تعب هذا ما نعرف السبب كيف أفرق، يقول فايبروميالجيا. لكن لابد من التفرقة. يعني واحد يعني عنده خمول وكسل وتعب لفترات طويلة جدا، وعنده تاريخ عائلي سكر، نقصان وزن، عنده شرب موية كثير، تبول كثير، هذه كلها ممكن يكون سببها السكر. فلا بد من بحث الأسباب. ولكن لما الإنسان يكون مثلا في يوم من الأيام ولا يومين ولا ثلاثة أيام ولا أسبوع مجهد، مثلا مر علي أسبوع وأنا في جهاد وعمل. صح. وتعب. صح. هذا خلاص أروح أنام، بعد ما يصحى الواحد من بكرة يجد نفسه إنه خلاص ارتاح. لكن شيء مهم جدا علينا إنه ما ننسى دائما إنه لنفسك عليك حق. لا بد من الإنسان إنه يقدم لنفسه شيء بحيث إنه يعني يستمتع بحياته، يروح إجازة مع سواء مع أولاده أو لوحده اللي يعني هو يريده. يعني الإنسان أكيد طبعا. دكتور في ناس بس أيوة أو لا، لأنه بس أبغى أكد صحة هذه المعلومة، الشعور بالخمول بعد تناول الطعام هذا موجود عند الكل فليس مرضي.
صحيح. لا لا هذا هل يعتمد على نوعية الطعام؟ لا لا أي طعام تأكلين، لما تأكلين تشبعين هو المعدة تحتاج دم عشان تهضم الطعام. صحيح. فالأكل يروح الدم يروح ينزل كله للمعدة والمخ يصير عنده فقر دم خاصة اللي حنحتاج نشكر عليه وزنك الفول ولا طعمين والله وكبسها كبسة بلبن كبسة بلبن بطيخ دكتور بطيخ دكتور علي أنا ممنونتك شكرا على جيتك اليوم يعطيك ألف عافية على هذه المعلومات شكرا لك وبرنامجكم ما شاء الله ممتع ومفيد جدا شكرا مشاهدينا احنا خلصت حلقتنا اليوم أكيد نشوفكم بكرة وبعده وكل يوم بإذن الله في نفس الموعد برضو في أمان الله.